مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ إبادة، أهذه هي التسلية؟ نحن البشر كائنات عنيفة. ما قصة هذا الضفدع ذي السترة؟ هو جالب حظ فريقنا كابتن هوبيتي. ظننت أن جالب الحظ هو ماعزة. كان هذا في السنة الماضية، لكن الماعزة اختفت بطريقة غامضة. كل جالبي الحظ لنا يختفون، الكابتن بيسن، كابتن كواكي، كابتن ويسكرز، كابتن سكويدلي، وأخيراً الكابتن... أزليها عني الآن. هل أنت بخير؟ ما لك من حشرة لطيفة، خنفساء المدفن الأمريكي، لم نعد نرى الكثير منها. أيتها الصغيرة، أنت هنا وحدك؟ فلنعرف المزيد عنها في موسوعة المتنقلة الرقمية. إن هذا النوع هو على لائحة الكائنات المعرضة للانقراض، مما يعني أنه لا يمكننا أن نزعجها. ستنزعج عندما سيلعبون المباراة في هذا الملعب غدا، ويجبنا حمايتها. حقا؟ أجل، بالنسبة لحجمها فإنها تجيد الحفر. هل من أحد نتصل به؟ وكالة حماية البيئة. وكالة حماية البيئة؟ سيأتون ويعالجون الموضوع. حلت المشكلة. مرحبا، هنا وكالة حماية البيئة. مرحبا، معك باتش بنتلي مع صديقته كريبي، نريد أن نبلغ عن دوام عملنا. هو من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء. أتمنى لكم نهارا جميلا. لدينا هنا كائن مندرج تحت خط الخطر، إننا بحاجة إلى مساعدتكم. هذه حالة طارئة، ماذا نفعل؟ لن أتركها وحيدة، سيكون علينا أن نبقى هنا إلى أن يأتي أحد من الوكالة. هيا يا شباب، فلتنتهوا من التمرين الأخير. هيا يا طفادة. هاي كريس أليس، والدك هنا. هيا يا طفادع، سنسحقهم تماما كالحشرات. نعم، هيا يا طفادع، أروني أفضل ما لديكم. من الأفضل أن نبقي هذا الرجل بعيدا عن الخنفساء. تنحي جانباً يا فتاة، علينا التمرن. نحن لن نتحرك، هناك خنفساء معرضة للخطر في هذا الملعب. ووفقاً للبند رقم 673 يجب علينا حماية موطنه، لذا لن نتحرك من هنا قبل وصول وكالة حماية الطبيعة. لا أحد يوقف لعب كرة القدم وخصوصاً حشرة الخنفساء. أنا من سيحل هذا الموضوع، ما من شيء لا أستطيع حله، أفهمتي؟ لن نتحرك من هنا، سنبقى هنا طوال الليل إذا كان لابد من ذلك. بادج؟ نعم، طوال الليل. أرجوكم أن تهدأوا جميعاً، بقدر ما أشجع فرق الرياضة لأن التمارين مفيدة جداً للعقل والجسد، لكن علينا التقيد بقواعد وكالة البيئة، والخطة هي أن ننتظر حتى صباح الغد ونترك المعنيين يقررون الأمر، وسنوقف التمرين إلى حينها. إن لم تخرج هذه الحشرة من الملعب غداً، سأتولى أمرها. ليس لديك أي حس بالمسؤولية.
ماذا لو لم تأتي وكالة البيئة؟ لا أعلم، سيكون علينا الاهتمام بها. ألديك أي دببة ضخمة؟ لا. هاي، ألديك أي بطوط؟ لقد أخطأت. من أخذ الأوراق؟ هذا غريب، كانت هنا منذ لحظة. ألديك أي وحيد قرن؟ أجل. أسمعت هذا؟ ألديك أي نمور تقفز؟ أخطأت. وماذا عن أسد يبكي؟ أخطأت أيضاً. أين يمكن أن تكون حشرتنا الصغيرة؟ ألديك أفعى سوداء؟ لقد أخطأت. غريب، ألم يكن هناك لوحة تسجيل؟ نعم. ربما علينا أن نرحل من هنا ونترك الحشرة الصغيرة وحدها. سيكون كل شيء جيدا إلا في حال حصول كارثة ما أو عاصفة عنيفة. ليس لديك خيمة في حقيبة ظهرك الآن؟ ربما يجب علينا أن نذهب ونحل المسألة غدا. لن نتحرك من هنا بادج. هاي، أمن الممكن أن نتبلل أكثر؟ هل رأيت هذا؟ نعم، إن هذا الغريب. هاي، هذا أحد منكما الكابتن هابيتي؟ لا، لم نفعل. كابتن هابيتي، كابتن هابيتي. ها هو جالب حظ آخر يختفي من الوجود. أمل أن تكون الخنفساء بخير، لأن كريس أليس كان. بادج، أنت بخير؟ مررت بأوقات أجمل. ما الذي حصل؟ شعرت أنا وحدي بهزة أرضية. يبدو أن هذا الملعب ليس آمناً. أتظنين أن سريراً دافئاً جافاً قد يكون مريحاً أكثر؟ أنت هنا؟ أنا سعيد جداً لأننا موجودون هنا لحماية الخنفساء. هي لم تصبح بأمان بعد، لقد أصبحت تقريباً التاسعة ولم نسمع شيئاً منها. شكراً لمجيئكم، أقدم لكم كريبي، أنا بادج. تلقينا اتصالاً مهماً بشأن الكائنات المعرضة للخطر تحت قاعدة 1-2. أرى أن المعنيين قد أتوا. ماذا جرى؟ ما الذي حصل لملعبي كرة القدم؟ انتهت المهلة المحددة وأصبحت هذه الخنفساء لي. أنا متأسفة، لكن هذا الملعب هو غير آمن للعب وقد ألغيت لعبة كرة القدم رسميا. ما من حشرة آمنة طالما أنا على قيد الحياة. نعلن هذا المكان غير آمن، لذا علينا تغيير موطن هذه الحشرة من أجل حمايتها ومساعدتها. لكن إلى أين؟ أنا لدي فكرة. تم إلغاء موسم كرة القدم وأصبح المدرج مجرد حطام، لكننا استطعنا إنقاذ هذه الحشرة ودافعنا عن الفكرة التي تؤمنين بها. بالمناسبة، أين قررت وضع تلك الخنفساء؟ في مكان ما حيث تشعر بأمان وراحة. إنه نهار جميل للقضاء على الحشرات. ماذا؟ ماذا؟ بأمر من وكالة حماية البيئة يعتبر هذا المكان محظوراً وفقاً للقاعدة رقم 4. مكان محظور؟ ليس هناك من كائنات معرضة للخطر هنا. لديك العنوان الخطأ. لحظة، أين تذهبين؟
ماذا يجري؟ لا عندما أخرج من هنا سوف النجدة. كابتن هابيتي، كابتن هابيتي، كابتن هابيتي، أين يختفون كل سنة؟ ألديك أي نمر قافز؟ عندما تشم الخنفساء رائحة حيوان ما تحفر في التراب وتدفنه عندما يحل الظلام كي لا تشتم رائحته الحشرات الأخرى وتلقي بيوضها ويكون طعامها جاهزا حين تفقس.